باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أفكر حضراتكم إن إحنا اتكلمنا في سلسلة في الصوم الكبير اسمها أعظم، بس ما ينفعش النهاردة الأربع تكون عشية عيد الصليب وبكرة الخميس يكون عيد الصليب ونتكلم على أي حاجة تاني غير الصليب. الصليب ليه مكانة في كنيستنا الحقيقة عالية قوي، يعني الصليب بنحتفل بيه مرتين في السنة، مرة النهاردة اللي هو عشرة يعني بكرة عشرة برمهات، ومرة تانية في 17 توت، مرة بنحتفل بيه يوم واحد بالرغم ان ده تذكار إيجاده الحقيقي، لكن عشان ما نكسرش وما نجرحش الصوم الكبير الأربعين المقدسة فاحنا حولنا ان احنا نحتفل بيه ثلاث ايام في بداية السنة القبطية، ومع فترة الفرح بتاعة السنة القبطية نحتفل بيه ثلاث ايام براحتنا. النهاردة هنتكلم على الصليب، واحنا اتكلمنا على الصليب كتير قوي، بس انا عاوز اتكلم الحقيقة على مقدمة كده صغيرة وبعدين نخش في المواضيع بتاعتنا عن انواع من الصلبان والبركة اللي فيها. انا هتخيل احنا عندنا لحن كده في الكنيسة بدون نتبعك بكل قلوبنا، ده في التسبيحة مقدمة المجمع بنقول له كده نتبعك بكل قلوبنا. انا هتخيل ان انا عندي اجتماع اهو للشباب في 1000 ولد وبنت قاعدين، وبطريقة كده قلت لهم مين يا جماعة مستعد يتبع المسيح، مين مستعد يا جماعة يمشي مع المسيح وتبقى حياته لربنا والخدمة وللكنيسة، ويعني يبقى المسيح هو الألف والياء البداية والنهاية في حياته. أنا متوقع من الألف اللي حاضرين كلهم هيرفعوا أيديهم، كلنا رفعنا أيدينا للسؤال اللي قاله أبونا، بس أنا لسه ما كملتش. هنحط حاجة اسمها فلترز، فلتر يعني مصفة، يعني هنحط مصفة ورا مصفة ورا مصفة، واستنوا في الآخر لما هنشوف من الألف واحد دول كم واحد لسه رفع دراعه. نتكلم بقى بصراحة. أول مصفة، مين مستعد يتعب في الخدمة من أجل المسيح ويتعب في احتمال أخواته الخدام أو أولاده اللي بيخدمهم من غير ما يشتكي من أي حد فيهم، غير ما يشتكي؟ في خدام متعبين وفي خدام مؤلمين، هتلاقي إيه شوية كده نزل إيديهم من الألف، قالك لا لا السكة دي مش بتاعتنا. طيب مين مستعد يسيب كل أمواله من أجل المسيح زي ما عمل زكة كده، إن نص أمواله ده للفقراء والباقي التعويضات خدته، أرد 4 أضعاف، فكم واحد مستعد يسيب بلاش كل أمواله نص أمواله من أجل محبة المسيح؟ ها يلا عشان نتبعنا، لأنه في شاب كان اسمه الشاب الغني قال له عاوز أكون كامل، قال له احفظ الوصايا اللي حفظتها، قال له ينقصك شيء واحد لكي تكون كاملا، اذهب وبيع كل أموالك ووزعها الفقراء. فيقولك فمضى حزينا. أنا أعتقد الألف اللي قدامي دولة لو معاهم فلوس وفلوس بيجهزوها لحاجات معينة، قالوا مين مستعد حتى من باب النية القلبية أن يسيب كل أمواله من أجل المسيح زي ما كان بيحصل في عصر الرسل؟ هتلاقي نسبة مش قليلة، كله نزل إيده من الألف، والألف ما بقوش ألف الحقيقة. ده تاني مصفة، ده لسه في مصفة تالتة. مين فيكم مستعد يسيب كرامته على باب الكنيسة من أجل المسيح؟ كرامة؟ إلا الكرامة، إلا الكرامة يا ابونا، ده الواحد عايش عشان كرامته. هو لو الواحد ساب كرامته يتبقى له إيه عشان يعيش فيها؟ كانت فين كرامة المسيح لما صلبوه عريان؟ كان فين كرامة المسيح لما ضربوه واتريقوا عليه ويقولوا له تنبأ من الذي لطمك؟ ده عملوا عليه زي ما بيقول الشباب ليلة، يعني لبسوا إكليل شوك وجابوا له رداء أحمر وقالوا له مسكوه، قالوا له أنت ملك اليهود، وابتدوا يتريقوا عليه ويضربوه ويقولوا إذا كنت أنت نبي بقى قول لنا مين الذي لطمك؟ إيه ده؟ وأنا كرامتي لا يمكن أسيبها إلا الكرامة. لو حد قال لي كلمة زي ده، أنا مش بقول إن إحنا نمشي بلا حكمة، لكن أنا بقول على فكرة يمكن المسيح مش هيسمح لي ان انا اتحط في موقف اتضع فيه اول مش قده، لكن من باب الفكرة انت مستعد وانت داخل على باب الكنيسة لو المسيح حط شرط كده تعمل علامة صح وغلط، مستعد تسيب كرامتك علشاني؟ تبقى عبرة قدام الناس زي ما بولس الرسول سرنا منظر الملائكة والناس، هتلاقي ناس تالكة اتكتمت
ونزلت ايديها وقالت يا ريتنا ما كنا رفعنا ايدينا في الاول لما ابونا طلب مننا كده. لسه في سؤال تاني، مين مستعد فيكم يحب عدوه اللي اذاه ويصلي له كل يوم من اجل خلاص نفسه وان ربنا يطرح البركه والخير في اولاده؟ وده اذاه يعني كان سبب فصله من الشغل، او سبب ان خطوبته باظت لانه عمل فورتينه. مين مستعد يحب اعدائه ويصوم علشانهم ويعمل مطنيات علشانهم؟ لان وصيه المسيح بتقول احبوا اعدائكم. احب اعدائنا ده كلام نظري، ده كلام مش عملي. لا سامحنا يا رب، احنا ما نقدرش. المصفى اللي بعد كده، دي السؤال الاخير عشان ما نطولش في الحته دي، مين مستعد يحمل صليبه كل يوم وينكر ذاته من اجل المسيح ويمشي وراه؟ هنبص نلاقي الالف اللي رفعوا ايديهم في الاول، احنا بتوعك يا رب، الحقيقه كلهم نزلوا ايديهم وقالوا دي لا سكتنا، ولا نعرف نعمل كده، ولا نعرف نعيش كده. لا 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 لا، اللي بيطلبوا ربنا ده كتير قوي. على فكرة أنا ما فيش حاجة في اللي قلتهم كفلترز أو كمصفة تمتحن فيها نفسك جبتها من عندي. على فكرة أنا كل الكلام اللي أنا قايله موجود في الكتاب المقدس وموجود في وصايا المسيح. قل لي حاجة واحدة أنا جبتها من عندي. يبقى في فرق كبير قوي بأن أنا أدعي أن أنا بحب ربنا، أو أن أنا أكون بحب ربنا وأنجح وإن شاء الله حتى ب10%، أجاوب إن شاء الله ب10% من باب الاستعداد القلبي، أن أنا مستعد أسيب أموالي عشان الله، من باب الاستعداد القلبي حتى أقول إيه، أنا نفسي في يوم من الأيام أحبك يا رب لدرجة أن الفلوس دي ما تبقاش ليها قيمة، ربنا يقبلك أنك تمشي وراه. لكن لو لا أحب الفلوس، ده أنا كل طلباتي من ربنا أنا أبقى غني، تيجي أنت تقول لي ده أنا كل طلباتي من ربنا أن يوريني يوم في عدوي اللي زلني وكسرني وانا مستني اليوم ده. مش بيقول لي النقمه انا اجازي قول رب الجنود، انا مستني نقمه ربنا. ياه، لا ده احنا طلعنا ما ننفعش خالص. علشان كده نلاقي عدد قل 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 وما بقيناش قادرين نسيب اي حاجه. الحقيقه يمكن يا ابونا اللي انت بتقوله لنا مستوى عالي من باب الفكر احنا فاهمينه، لكن باب التطبيق مش عارفين نعمله. ده المسيح قال يحمل صليبه كل يوم، واحنا بنتكلم على عيد الصليب اللي بنحتفل بيه. طب انا عندي مشكله. ايه المشكله؟ اللي انت قلته ده كله زاعق، اللي انت قلته كله يا ابونا يخلي الصليب حاجه مره. مين ده اللي هيبقى عاوز صليب؟ احنا عاوزين مسيح منتصر، عاوزين مسيح بيجيب لنا حقوقنا، عايزين مسيح بيفتح لنا ابواب الشغل، عاوزين المسيح بينصرنا على الظلم وبيجيب لنا العلاوات، اعلى علاوات في الشركه. انا ذاكرت لازم المسيح يجيب لي امتياز، لكن تقول لي صليب وتقول لي انكر نفسي وتقول لي اسيب فلوسي واسيب كرامتي، الكلام ده مش وارد قوي. عايز احكي لكم على حكايه، انا عجوز عليكم شويه بس استحملوني. ايامنا واحنا عيال قوي في المدرسه الابتدائي كان مصر مشهوره بتفاحه كده، التفاح قد الباليه، تفاحه خضراء كده، زعقان لا تتخيلوه. كان في راجل يقف على باب المدرسه معاه التفاح ده ومتغرق كده في حاجه زي العسل بس احمر، فالتفاحه زعقه قوي بس منظرها حلو قوي، واللي حواليها متغرقه في عسل احمر، يعني حاجه مسكره حمرا كده بيسموه بقى شربات ينشفوه معرفش يعني، ما علينا. فاحنا كنا بنعمل ايه؟ كنا بنشتري المصاصه دي بقرش ساغ، كانت عبارة عن تفاحة زي ما بقول لك خضرة قد النبقة كده، قد البلية كده، زعق قوي 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 قوي، يمكن ما تعرفوهاش، أكبر من الحرنكة شوي. التفاح ده كان موجود في مصر زمان مش موجود دلوقتي، وفوقيه العسل. فلما كنا نقطم التفاحة دي كنا بنحس بحاجتين. إيه اللي بنحسه؟ حاجة مززة وحاجة مسكرة، حاجة مززة وحاجة مسكرة، بس على بعضيها حاجة حلوة. الحياة مع ربنا كده، ممكن يكون الصليب طعمه زاعق في البق، محدش يحب صليب مرض، محدش يحب صليب ظلم، محدش يحب صليب كراهية، محدش يحب صليب صعب. لكن مين قال ان الصليب لوحده؟ ده الصليب متغرق بحب المسيح. وعلشان كده عاوز اقولك على حاجة،
إذا قبلت المسيح لابد أن تقبل صليبه، إذا حبيت المسيح لابد أن تحب صليبه، والذي يقبل صليب المسيح المسيح يحطه في عيونه. تاني، مفيش مسيح من غير صليب، لكن لو قبلت الباكج دي المسيح بصليبه وقبلت فكرة الصليب في حياتك، المسيح هيحطك في عينيه. وهو ده اللي أنا حبيت أشبهه لك بمثل التفاحة والعسل. ما أقدرش أنكر إن الحياة الروحية فيها بعض الألام، وفي بعض الأحيان بتبقى ألام متعددة. عشان كده المسيح قال يحمل صليبه كل يوم، بس برضو كل يوم الإنسان بيشوف المسيح. علشان كده الصليب لوحده صعب، لكن الصليب بالمصلوب يبقى روعة. علشان كده عايز أكلمكم بقى على بعض الأمور وبعض أنواع الصلبان اللي هتفرق كتير قوي في حياتنا. من أكتر الحاجات اللي الناس بتضايق منها وبتزعل منها، أتكلم مثلا على صليب اسمه صليب المرض. إيه حكاية صليب المرض ده؟ صليب المرض حاجة صعبة. المرض يا جماعة صعب جدا. لما يكون واحد متعود على الحركة ويلاقي نفسه قاعد بقاله أسبوعين ثلاثة في البيت، لا تتخيلوا ممكن يحارب والضيق النفسي يكون شكله إيه. طبعا المرض صليب الحقيقة، ولكن عاوز أحكي لكم حكايتين. المرض أو الصليب بتاع المرض من غير المسيح، والصليب بتاع المرض بالمسيح. الحكاية الأولانية حكاية أبونا بشوي كامل، اللي نكون كلنا عارفين قد إيه اتألم بالمرض، بمرض الفردوس، وقد إيه المسيح شافه في هذا المرض، لدرجة إن مرض أبونا ده بقى كرازة في حد ذاته. يعني الناس بقت سمت المرض مش الكانسر أو السرطان، سمته مرض الفردوس. نمرة اتنين، الناس بقت عندها أيقونة في الكنيسة، واحد قبل المرض من ربنا وكان فرحان قوي انه هيروح له. تاني، التفاحة زعق لوحديها، لكن التفاحة بالعسل كانت حلوة ومبلوعة. الصليب من غير المصلوب ما ينفعش، لكن الصليب اللي عليه المسيح يبقى حلو قوي، لان انا مش واخد الصليب، انا واخد المسيح وصليبه، او الصليب بمسيحه. احكي لكم حكاية تانية، النهاردة كلها حكايات الحقيقة. حكاية واحدة ست كان عندنا هنا، هي راحت السماء خلاص، عندنا ساعي في الكنيسة، خدم الكنيسة 30-40 سنة وبعد كده راح السماء. هذا الساعي اللي كان في الكنيسة زوجته فضلت تتردد على الكنيسة سنين طويلة، وفي يوم من الأيام جت وقالت لي عايز أحكي لك حكاية. وهي بتحكيها كانت دموعها سابقة على خدودها، فقلت لها خير، إيه القصة دي؟ قالت لي أبونا كان يدوبك الموبايلات طالعة الصغيرة دي القديمة، فبتقول لي هقولك على حاجة يا ابونا، أنا جالي امبارح مغص كلوي، ولاد الاتنين مش ساكنين جنبي وأنا في الدور الأخير، وابتديت يا ابونا أتلوى من على السرير لغاية لما حطيت، يعني وقعت على السجادة، ولما وقعت على السجادة كان في إيدها زي فوطة أو قماشة كده قاعدة تعض فيها، عشان عارفة الساعة 2:30 صباحا 3 ومش عاوزة تصحي سكان، وهي ساكنة فوق سطوح، فبتتقلب على ظهرها وبتقول أنا لوحدي أنا لوحدي. ده في جواها، هي مش مطلعة صوت، بس الألم فظيع فظيع. هي اللي بتحكي لي الكلام ده، بتقول لي وفجأة يا ابونا حصلت حاجة عجيبة، اترميت على ظهري وأنا بتمنى الموت من قطر الألم، وجات لي كلمة في عقلي، أنت فين يا رب؟ مش أنت قلت يا رجاء من ليس له رجاء ومعين من ليس له معين؟ وفجأة يا ابونا ينكشف سقف الأوضة واشوف السماء واشوف المسيح ليه المجد، وقعدت تعيط وهي بتحكي كده، في وسط السماء حواليه ملائكه بيبصلي ابتسامه فيها طمانينه، بس مش اكتر من كده، ما اتكلمش ولا مد ايده عشان يشفيني ولا حاجه. اقول لك حاجه عجيبه يا ابونا، قلت له، قالت لي انا كنت حاسه بالنبض والنغز في جنبي ما قلش، حاسه بالنبض والنغز في جنبي ما قلش، بس المنظر اللي أنا شايفاه خلاني مش حاسة بالوجع، ولو كانوا خيروني إن الوجع يخف والمسيح يختفي ولا الوجع يستمر وأنا شايف المسيح، كنت هختار الوجع وأنا شايف المسيح. الست دي أنا نفسي اتأثرت قوي عاطفيا وأنا بسمع القصة بتاعتها، لأن كانت بتحكيها بكل مشاعرها.
يعني هي القصة دي مسحص معايا يوم الاثنين، كانت بتحكيها يوم الأربع الصبح، خدتني على جنب كده في وسط اجتماع السيدات وهات، وبعدين راحت لأب اعترافه، أب اعترافها عشان تحكيها له. الحقيقة القصة دي قد إيه معزية، بتبين إن مفيش صليب في ألم من غير صليب في مجد، لأن المجد والألم كانوا على الصليب. علشان كده بسأل نفسي سؤال، هو أنا ممكن أقبل فكرة الصليب في حياتي ولا لازلت رافضها ومش عاوزها؟ هتكلم على صليب تاني. صليب تاني اسمه صليب التعب. يعني ايه صليب التعب؟ هل ممكن اتعب من اجل الله واحتمل ان انا اتعب اكتر من اللي حواليا من اجل ربنا؟ الحقيقة وقت لا، ما بقبلش كده. في قصة في بستان الاباء الرهبان حلو قوي، بتقول ان الانبا بولا الطموهي ده موجود جسده مع يعني مع الانبا بشوي، الانبا بولا الطموهي ظهر له المسيح مرة وقال له كفاك يا بولا تعبا من اجلي. السؤال اللي طول عمري من ساعة ما سمعت القصة دي وانا في ثانوي لغاية دلوقتي، ده ايه النوع التعب اللي كان بيتعبه الانبا بولا الطموهي لدرجة ان المسيح يقول له كفاك تعبا؟ تعرفين بابولا رد عليه قال له ايه؟ سجد له قال له ليك المجد يا رب، انا ما استاهلش انك اشوفك، لكن هو انا مهما تعبت قدام التعب اللي انت تعبته على عود الصليب ده يروح فيه ايه؟ ولا حاجة. ففي تعب، بس قدام التعب كان في تعزية، نفس التفاحة المزة والعسل اللي حواليها هي هيها. ربنا مش هيسمح لك تتعب من غير ما يعزيك. احكي لكم على حكاية حلوة قوي حكاها قداسة البابا شنودة في يوم نياحة القديس المتنيح أبونا بطرس جيد. القصة دي كالآتي، بتقول إيه؟ إن أبونا بطرس جيد، طبعا أنا بتكلم عليه قبل الكهنوت لما كان شاب، قال كده لنفسه إن أنا هبيع كل حاجة، وكان يحب العطر قوي 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 قوي، وكان ساكن في قرية تبعد عن القاهرة عشرات مئات الكيلومترات، أنا مش عارف المسافة فين. فرح قال أنا هعمل ندر يا ستة يا عذراء إن أنا هدي كل حياتي ليكي، وعاوز أدرس الكلية الإكليريكية وتفرغ، فأنا هعمل إيه؟ هاخد شنطتي والندر بتاعي إن هطلع من القرية بتاعتي لغاية مصر لغاية ما أروح مهمشة وأدرس إكليريكية وأنا شايل شنطتي على إيدي. طبعا يظهر كان الوعد اللي وعده ده أعلى من إمكانياته، ففضل ماشي بالشنطة، أول كيلو همام، تاني كيلو همام، في تالت كيلو الشنطة تقلت، في رابع كيلو عطش، في خامس كيلو تعب، في سادس كيلو قعد ما قدرش يكمل. وبعدين قال يا نهار أبيض، ده فاضل أكتر من 100 كيلو، ده إذا كنت أنا من 6 كيلو تعبت التعب ده ومش قادر أجيب الشنطة، أمال بعد 10 كيلو هعمل إيه؟ قال بس الندر ندر والوعد وعد. مشي وتعب 2 كيلو كمان وقعد، وبعدين قال له يا رب ساعدني، ده ندر والدنيا هتليل، ده هبات في زي في الطريق الزراعي كده. راح اخد الشنطه ومشي كيلو ولا كيلو ونص وتعب، لان خلاص مش قادر، حاجه كده بتاعت 15 كيلو، وطبعا شايل شنطه فيها هدوم، وده رايح بقى الكليريكيه دخل يعني. فيقول قداسة البابا، وأنا فاكر إن في يوم جنازة أبونا بطرس جيد البابا شنودة هو بيحكي القصة دي اتخنق قوي، البابا شنودة كان شخصيته عاطفية فاتخنق قوي ما قدرش يكمل يعني، ووقف قدام دموعه شوية وبعدين كمل الوعظة بتاعته. فقال وفجأة لقى عربية واللي راكبة فيها واحدة برنسيسة وقفت ليه وهي ما تعرفوش، وأمرت السواق بتاعها إنه يفتح الباب، قالت له تعالى يا ابني اركب. قال لا انا ما اقدرش اركب. قالت له لو سمحت بقول لك اركب. فبيقول من هيبتها هو ما كانش عارف يتصرف، لان كان ليها سلطان، جميله جدا وليها سلطان كده قوي. قالت له اركب. قال لها ده انا عليا ندر للست العذراء ولازم اوفيه وما اقدرش اكسر كلامي، لان اللي يندر لازم يوفي ندر. قالت له عارفه الندر بتاعك، اركب وانا هوفيه عنك. وبعد ما مشت ووصل لأبواب القاهرة نزلته، وفي لحظة اختفت العربية باللي فيها.
وبيقولوا من ساعتها صارت له قصة مع القديسة العذراء مريم غير الحب الأولاني، بقى في حب تاني وزيادة. يا للدرجة دي في تعزية؟ راجل تعبان قال لربنا أنا همشي للقاهرة، يمكن ما كانش مقدر شنطة يعني إيه وميت كيلو يعني إيه، وما كانش مقدر أنه بعد 10-15-20 كيلو مش هيقدر. لكن لما بذل أقصى ما في وسعه ربنا افتقده. عشان كده نحن نثق في الآية أن ربنا عمره ما هيدينا أكتر ما نستطيع أن نحمل. هو عمل أقصى ما في وسعه، ولما سوري في اللفظ الشبابي اللي هقوله فيص خالص، يعني جاب آخره ومبقاش في نقطة بنزين واحدة في عضلاته تمشيه. الست العذراء وصلته بنفسها. اقبل الصليب واتعب من أجل الله، هتلاقي ربنا مستنيك في نهاية تعبك عشان يكافئك ويلبسك إكليل التعب. يبقى أول صليب اسمه صليب المرض، وكلمنا فيه مش على أبونا بشوبة، أتكلم على الست اللي كانت عايشة معانا. وصليب التعب مش هكلم على الأنبا بولا، هكلم على أبونا بطرس اللي احنا شفناه بعنينا. تالي الصليب من الصلبان الحلوة قوي صليب الاحتمال. كلنا عارفين كويس قوي القصة بتاعت أم عبد السيد، اتكتبت كتاب، هي كانت بتخدم في مريمينا شبر، كتبت كتاب واتعملت فيلم أعتقد، وأبونا أخنوخ يعني شاهد على سيرة حياتها قد إيه الست دي كانت محتملة، لدرجة إن زوجها كان مش حاببها ويتهمها بقبح الشكل واستحملت. ما في ست تستحمل كده. ولما كان بيضربها ويسيل الدم من جلدها كانت تطلع فوق السطوح وتقول له اوعى يا رب تعاقبه على اللي عمله فيا، انا مش هفرح لما انا اخش السما من غيره، اوعى يا رب اوعى تعمل فيه اي حاجه. وبعد فتره تعرف على انسانه وعاشرها بلا زواج، يعني عاش في خطيه الزنا فترات طويله، وفي اخر ايام حياته وهي محتمله هذا الصليب وبتربي ابنها، لما يجيله شلل نصفي تجيبه البيت وتخدمه وتخسر له رجليه وتجيب أبونا عشان ياخد اعترافه ويناوله. الست دي استحقت انها تشوف المسيح بالجسد في حياتها، لأنها الحقيقة احتملت كتير قوي 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 قوي. في الحرب العالمية التانية كان عندنا مطران قبطي يرقص الكنيسة الأثيوبية في الحبشة اسمه الأنبا كيرولوس، المطران يعني مش البابا كيرولوس، لا الأنبا كيرولوس مطران الحبشة. ده كان في فترة الثلاثينات، وساعتها أثيوبيا دخلها الطلاينة، فالطلاينة لما دخلوا يعني حاولوا قالوا له إنك أنت تخضع لكرسي روما، قال لهم لا أنا قبطي ما بخضعش لكرسي روما. الحقيقة تعبوه وبعد كده صفروا روما لما عيه وبعدين رجعوه، يعني كان في فترة كده صعبة قوي. في فترة مارسوا معاها ضغط نفسي. ايه بقى الضغط النفسي دي؟ الحكاية اللي حكاها لكم بتاعت الاحتمال. طلعوه في أوضة فوق السطوح في درجة حرارة عالية وقفلوا عليه كل المنافذ، جابوا الشبابيك يعني قفلوا الشباك من بره، يعملوا خشب يدقوه بمسمار من هنا ومسمار هنا عشان ما فيش حد يقدر يفتح، والشمس مسلطة عليه وما فيش نقطة مية، في شوية جرايد كده. ده كانت أوضة في المطرانية فوق يحطوا فيها الفحم ويحطوا فيها حاجات زي كده يعني. فالحقيقة هو قاعد يعني احتمل تجربة، وبعدين تاني يوم احتمل، مفيش لقمة مفيش نقطة مية، واقف بيصلي. وبعدين في اليوم التالت تعب قوي قوي وابتدى يحس انه ابتدى يتهز من جوه. عارفين هو بكاتب في السيرة بتاعته بيقول ايه؟ ان كانت في صورة للمسيح على نتيجة كده، او صورة باهتة كده للمسيح على الحيطة، فابتدى يحس انه هيموت في طيس. سوري في اللفظ، يعني عارفين ايه مات في طيس؟ يعني مش موتة مطران يعني، يعني ده هيموت ومحدش دريان، ده مش يمكن ما يلاقيش حد يصلي عليه. عارفين ايه اللي حصل؟ ان هو راح وقف كده بيكلم الصورة بتاعت المسيح وقال له بقى معقول تسيب ابنك يموت موتة في طيس كده؟ انا جبت اخر اللي عندي، يعني عاوز يقول ده اقصى احتمال عندي، مش قادر احتمل اكتر من كده. ويقول كده لقى صورة المسيح بترد عليه وتقول له انت فاكر ان انا سايبك؟ فبيقول جسمه اشعر بعد ما كان نام على الارض وخر كل العرق اللي في جسمه وكل السوائل اللي في جسمه، وابتدى يحس بهبوط، اتقوت فيه قوة وقام على رجليه يصلي تسبيحه ويصلي ربنا.
وبعديها بنص ساعة الطلاينة يفتحوا عليه وينزلوه الكنيسة بتاعته مرة تانية. عايز أقول لكم حاجة، مفيش صليب من غير مصلوب. اللي هياخد المصلوب بياخد صليبه، واللي بيقبل فكرة الصليب هيتعزى بالمصلوب اللي اتصلب عليه. علشان كده في ناس حبت الصليب وفي ناس اشتهت الصليب. يمكن دي مش قامتي ولا يمكن دي تكون قامتك، بس على الأقل هل لو فعلا ربنا سمح بأي حاجة ممكن من باب حتى الفكر أقبل؟ اقبلها بالفكرة، حتى لو كل يوم في صلاتك تقول لا تدخلنا في تجربة، لكن أنت ممكن تقبل هذا الفكر ولا ساعتها تتذمر وتعترض وإلى آخره؟ خلي بالك احنا فين من المعادلة دي. عشان وقتنا وما طولش عليكم، اتكلم معاكم على آخر صليب اسمه صليب السجن أو صليب الظلم. أيام الشيوعية المسيحيين الحقيقة، مش عايز أقول لكم اتعاملوا ازاي، الدين أفيون للشعوب، الشخصية الشعوبية النظرية الشعوبية بتقول كده، نجيب الروس بتاعهم، الروس يعني مش الروس اللي هم الرشن، لا الروس يعني رؤوس الكنيسة الأساقفة، ونبهدلهم. فقبضوا على أب أسقف كان قديس قوي بيحب ربنا. الأب الأسقف ده حطوه في سجن وابتدوا يشغلوا حاجات اللي هي بتاع ينزلوا نقطة مية على راسه على طول عشان يشتتوا دماغه، وعملوا حاجات كتير قوي 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 فيه. ده في كتاب اسمه العذاب الأحمر، لو اللي يقدر فيكم يقراه يقراه، هو كتاب صعب الحقيقة، بيتكلم على الويلات اللي شافوها في الحكم الشيوعي. فبيقول ايه هذا الأب اللي هو كله تهمته في الدنيا انه كان مسيحي، قال كلمة حلوة قوي قوي قوي، قال اعفيني يا رب إذ قد نسيت الصلاة الربانية. هو طبعا في فترة خرجوه سنة ورجعوه تاني، فهو قال الكلام ده بقى في السنة اللي خرجوه فيها وبعدين مات بقى. فبيقول يعني بيموت، قال له اعذرني يا رب ان انا نسيت ابانا الذي مش عارف اقولها، لكني اشكرك من كل قلبي على السعاده اللي انا عايش فيها، لان اشعر دائما انك بالجوار. بالجوار يعني جنبي. ياه هو في كده؟ اه. بيتعذب تعذيب لا تتخيلوه، اتضرب بآلات واتضرب بخشب، والعساكر كانوا بيضربوه بالشلاليت. صوروا يا جماعة الزنزانة اللي كان عايش فيها، ما كانش فيها مكان يعمل فيه تواليت، يعني المكان اللي بيأكل فيه وينام فيه عبارة عن 3 متر في 3 متر. صوروا واحد قعد 20 سنة في مكان واحد، المكان اللي بيأكل فيه هو اللي بيعمل فيه التواليت، وما فيش أي صرف للتواليت ده. الحياة دي كانت شكلها إيه؟ التعذيب ده كان شكله إيه؟ لكن الحقيقة في ناس استحملت، وفي وسط كل الظلم ده وفي وسط أشد درجات السجن، الحقيقة حسوا المسيح وشافوه وكرزوا بيه، لدرجة أن كثير من الحراس الشيوعيين أمنوا على أيديهم. ياه للدرجة دي؟ آه. أنا وإنتم بقى فين من الكلام ده؟ أنا عارف أن أنا في الآخر جيت وثقلت العيار شوية، لأن القصة الأخيرة قصة صعبة، لكن بقول لكم في وسط ألمه بيقول له أنا نسيت أبانا الذي، بس أشكرك من كل قلبي لأنه أشعر كل يوم أنك بالجوار، يعني كأني شايفك حسك. الأيام عدت إزاي وهو بالسعادة دي؟ علشان كده يقول القديس بولس الرسول من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ من أجلك نمات كل النهار. ده علشان أنت مت على عود الصليب يا رب، نفسنا احنا نقدم لك حياتنا. ساعدنا يا رب ان احنا نقتل ذاتنا، ساعدنا يا رب ان احنا نيجي على نفسنا وعلى دلعنا. ده احنا الصوم يا رب بنفاصل فيه، ده احنا يا رب الصلاة بنصلي الصبح ما نصليش بالليل، ولو صلينا بالليل ما نصليش تاني يوم الصبح، ولو صلينا ما نقراش الانجيل، ولو قرينا الانجيل ما نصليش. امتى بقى يا رب نبقى رجالة؟ امتى يا رب نقول لك احنا فعلا قابلينك يا رب وحابينك يا رب وحابين الصليب وعاوزين نعيشه؟ الكلام قد يكون عالي شوية، بس نفكر فيه مع بعض، لأن رحلة الصليب دي رحلة جميلة قوي.
ربنا يديني ويديكم ان احنا نعيش ولو بفكرة واحدة من اللي سمعناه النهاردة. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد. آمين.